يحتوي هذا السوق على بعض المعالم الأثرية الجميلة، منها القبة الأثرية الجميلة والمقهى والمدرسة الأحمدية، ويحتوي حوالي 19 محلاً تجارياً ذات فعاليات تجارية مختلفة. بادرت أيضاً مؤسسة الأغا خان بالتعاون مع الأمانة السورية ومديرية الأثار إلى ترميم هذا المقهى من جديد وإعادته إلى ما كان عليه سابقاً. نحن اليوم شاركين بالمعرض اللي عملته الأمانة السورية بدعم منا بافتتاح سوق الساقطية 2 بعد تجديده وترحيل الأتربة اللي فيه وإحياء السوق من أول جديد. إن شاء الله بالهمة الأمانة والشعب الحلبي كمان برجع لأول مول في الشرق الأوسط وأطول وأكبر مول إن شاء الله. هون أحد شرايين المدينة القديمة، لأن المدينة القديمة بتتكون من جسم كامل، شريان أبهار، شريان سباتي، الطريق المستقيم، وتتفرع منه تفريعات الحياة. هلأ وقت اللي بتدخل لهون بتشوف العمار، بتشوف أنه رجع شيء مو مثل أول، أحسن من أول لأنه ترمم، فهلأ صار ينشرح صدرك. هلأ بشوف السوق من سنتين، هلأ بشوفه 10 نجوم، يعني نحن مانا مصدقين الحمد لله. وأنا رجعت من وقت ما رمموا السوق، من أول ما يرمموا السوق كمان حتى رجعت يعني أنا، بس والله اليوم فرحتي أنه في افتتاح ليفتتحونا السوق إن شاء الله، أنه ويصير السوق على افضل يعني. احنا من الاساس نحن خريجين هون، الامر روحي اكثر ما يكون يعني مادي يعني، فهمت علي؟ يعني انا بالنسبه هون متعلق بالمكان من قديم يعني، على زمان اجدادي وابوه يعني، نحن انا هون صلي بالاربعين من 43 44 سنه انا هون، قبله كان والدي قبله جدي كذلك الامر يعني، بالنسبه لنا احنا بالمصلحه من قديم الزمان يعني. رجعت المدينه مثل ما كانت اول، ان شاء الله بنتمنى الكل هون يرجع ويفتح ويشتغل وترجع الحياة لبلدنا إن شاء الله بكل خير وسلامة. سوق الساقطية 2 اللي رجع الحمد لله رب العالمين عاد شريان الحياة للمنطقة، ونتمنى من الكل يرجع يزور حلب ويشوف الافتتاح اللي بده يصير إن شاء الله اليوم، وهالأسواق القديمة اللي عم ترجع. شيء حلو الحمد لله، صار شيء كويس، ومرتب بكرة كمان بفتح الجامع الأموي الكبير، وإن شاء الله كمان بترجع الخلق والعالم على بلدهم.